مباراتين وتعادل المباراة أعتقد جن الكثير من الأخطاء وعالج الكابتن حلوان. نعم شوفوا أتكلم أيضا أتكلم عن اختيارات اللاعبين منذ إسلام تدريب فريق المصافي وكان اختياراته كلها. هذا الهدف الأول للكابتن سعد يعني هدف التعديل. التعديل كانت متابعة من قبل أشرف أو يعني تغييره كان تغيير ناجح لمدرب الزوراء فتابع الكرة سجل هدف التقليص لفريق الزوراء. نعم نعم. حديث على ما تصريح الكابتن جمال علي اكيد يقول تكلم انه توظيف اللاعبين بشكل صحيح لا فريق كان منضبط تكتيكيا خاصه كابتن حي علوان خاصه يعني من نغب حق لاعب رقم 4 ميلاد فلاح اللي كان لاعب منضبط داخل الملعب في خط الوسط شاهدناه في كل كره هو موجود فعلا انت مركز اللاعب مركز بشكل صحيح الفريق المصافي كانت هي فيه نعم توظيفه كان توظيفه كان بشكل صحيح وقع عليه عبء كبير في المباراه ونجح في توظيف اللاعبين تكتيك الثقه بالنفس الزائده من خلال الشوط الثاني اللي قدر يحصل على هدفين فاكيد توظيفه كان بشكل صحيح وقدر ان يحصل على 3 نقاط كبيره جدا من فريق كبير ايضا. كابتن كريم حدثنا في بدايه الشوط ما بين الشوط